صباح صاخب جدا شهدته مدينة تول كرم في الضفة الغربية ومخيم نور شمس فيها بعد ما شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة من ساعات الفجر الأولى تضمنت اقتحام قوات وحشود عسكرية إسرائيلية مدعومة بآليات تقيلة لتجريف وتخريب البنية التحتية في عدد كبير من مناطق المدينة ومخيمها. قابلتها الفصائل بتفجير عبوات ناسفة في عدد من الآليات، تلاها مواجهات واشتباكات مسلحة في محاور عديدة. ده طبعا غير حصار الجيش لمستشفيين في طول كرم. خلينا نشوف بعض المشاهد من المواجهات اللي حصلت دي. تعالوا نشوف شوية من التعليقات على كل اللي بيحصل في طول كرم. كان في تعليقات كتيرة واخترنا منها بعض التعليقات. هنبدأها مع بابلو. بابلو غرد وقال على إكس يعني تطور خطير في المواجهات. برضو كان في تعليق من رشا قالت فيه كأن طول كرم جزء من غزة من شدة المواجهات. لكن كان في سؤال من أميمة. أميمة طرحت سؤال وقالت هل هي محاولة لتخفيف الضغط عن غزة أم لتوسيع الدائرة؟